سلام البنات، صباح الخير عليكم كاملين، ومبروك عيدكم ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه يا ربي. المهم حنايا كنديروا التحضيرات ديال الفطور ديالنا، وغادي نشارك معكم اليوم اشنو كنوجدوا للعيد، النهار ديال العيد. المهم راه داكشي بسيط، ما كايناش شي حاجه اللي هي ما سهلاش. انا غير كنوجد شويه ديال الحلوه هنايا. المهم هانتوما كيف كتشوفوا معايا، عندي هذا الشكل، هذا عندي هادو وهادو، وعندي كذلك هنا شويه ديال البريوات، وهذا غير صابلي عادي ما فيه حتى حاجه، وهذه ريشبون اللي صوبت انا البارح، غادي نحطو منها. و كذلك الفطور ديالي كيف ما كتعرفوا ضروري، انا ما كناكلش هادشي، هادشي غير كيف ما تنقولوا غير بوغ فيغ بليزير للدراري الصغار. ضروري خاص يكون البيض، ويكون داكشي ديال لي شاركوتري، وتكون حاجه اخرى. المهم حنا كنوجدوا هنايا، حنا كنوجدوا في شنو سميتو، في داك البطبوط ديالنا، غنديروه صغير اليوم باش غادي نعمروه. المهم ها هو البطبوط هنا، هاد الاساس اللي ملوي من لا هذا الملوي يا ربي، هذا الملوي حنا كنوجدو في الملوي هنايا، غادي نديروه غنديرو مليويات صغيرين. البطبوط كذلك ديالي راه هو تيخمر لهي، غادي حتى هو نصاوبوه. المهم انا كنصاوب شويه بشويه المائده ديالي، ومن بعد غادي نتقاسمها معكم، تنقول لكم مبروك عواشركم ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه يا ربي. و المهم ما عرفتش شنو غادي نقول لكم من غير هذا الشيء، كنتمنى ان المائده ديال الافطار ديالي ديال العيد اليوم تكون عجباتكم، وراكم عارفين مع هذا الحجر الصحي ما كاين لا زياره لا حتى شي حاجه، كل واحد غادي يبقى في دارو، ما كاينش الخروج، يعني راه ما غنستقبلوا حتى شي واحد في الديور عندنا. هادشي راكم عارفين غير باش انه كديري بوغ فيغ بليزير او زونفون، صافي باش الدراري كيفرحوا. هادشي ماشي للكبار، سي بلوز او موان الدراري الصغار اللي تيفرحوا به. المهم غادي نخليكم دابا، وغادي نمشي نكملوا هادشي ديال التوجات، غادي نصاوبوا شويه ديال الملوي، شويه ديال البغرير، والبطبوط سخون صغيور، داك لي ميني بطبوط اللي غادي نعمروهم حتى همايا بشي حويجات، ونقاد لي زومليت ديالي ولا شاركوتري وكلشي. ومن بعد راه غادي نبارطاجي معكم المائده ديال الفطور ديال العيد ديال اليوم، ونتمنى انها تكون غتعجبكم. دو توت لي فاصون اذا عجبتكم عاوتاني الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير ديالكم باش نبارطاجي دو بلوز اون بلوس فيديوهات وروتينات بحال هكذا معكم. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا، حنا كنوجدوا داك لي ميني بطبوط ديالنا، هما صغيورين لاطاي، و حتى انا هنا راني كنقاد في داك الشيء الاخر اللي غادي نرافق في الفطور ديالي، شويه ديال السيرومي، شويه ديال لي فيلي ديال الشرائح ديال الدجاج مدخن و لي جامبون. المهم انا غادي نمشي دابا نصاوب اومليت ديالي بلي طوماط سويس، ونرجع معكم. راه باقي خصني شحال من حاجه نقادها ونصاوبها. كل الاحوال انا الفطور كيخصني يكون فطور كامل، ماشي غير داكشي ديال الحلويات. كما كتعرفوا الحلوه راه تنديروها غير الا وديت الوليدات باش يفرحوا ويعجبهم الحال وصافي. المهم انا غادي نمشي نقاد الشيء الاخر، ونرجع معكم باش نصاوب بعدا لوملات ديالي، ومن بعد غادي نبارطاجي معكم الطابله ديال اليوم. مهم خليوكم معايا، وراه غادي نوريكم التحضيرات ديال اليوم بشويه بشويه. ها هما لي ميني بطبوط ديالنا، راه باقيين غاديين في الخميره، راه صاوبنا تقريبا شي 10 ديال الوحدين، وباقي عندنا هنا العجينه، وهنايا كذلك عندنا الملوي ديالنا، ها هو مغطي كنتسناوه يطلع. مهم البنات انا هنايا عاوتاني فكرت نعمر ليهم هاد البيتزا هادي حتى هي مع الفطور، لان راه ماشي كلشي كيبغي الحلاوه، راه حنا كناكلو الاغلبيه مالح، الحلاوه ما عندناش معها. دونك غادي نعمر كذلك هاد البيتزا هادي، وغنقاد لوملات ديالي بهاد لي طوماط سوغيز، هما قطعتهم هنايا، وغنرجع معكم باش نوريكم المائده ديالي النهائيه. او هادشي اللي كاين البنات،
المهم البنات الروينه الروينه، هنا درت الزبيده ديالي تهبط، وغندير لي طوماط سيريس، و غادي نزيد البيض ديالي. الا المهم لحظات ديال التوجات ديال الطبله ديال العيد، ها انا كنقاسمها معكم كذلك، وتنعاود نقول لكم كنتمنى لكم كلكم عواشر مبروكه، ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي، نتوما وعائلتكم اللي قراب ولا اللي بعاد. والمهم سي فغي راه ماشي ساهله بهاد الطريقه هذه، ما الواحد ما عندوش الامكانيه ديال يشوف لا الناس القراب لا حتى شي واحد، ولكن ما عندناش البديل، غنزيدو نجلسو في ديورنا، هادشي اللي كاين، ما عندناش الحل. اوب سطح ليا واحد الطريف هنا، معليش غنحيدو. اوب وصافي، دونك غادي نجلسو في ديورنا، هادشي اللي كاين ما عندناش البديل. وما نساوش كذلك انه التواصل راه كاين، التليفون راه كاين، كل واحد يتصل بالحباب ديالو يبارك ليهم في التليفون. الحمد لله كاينين لي زابليكاسيون لانك راه بنادم كتشوفو بحال اللي جالس معاه، وهادشي اللي كاين. المهم انا كنصاوب اومليت ديالي، انا جبت الفرماج ديالي من الكونجيلاتور باش نقاد داك البيتزا الاخرى، وصافي هادشي اللي كاين. المهم تنقول لكم بقاو معايا حتى لاخر لحظه، ونتقاسموا اخر لحظه، ومبروك مبروك مبروك عواشركم. المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، ها انا وجدت الاومليت ديالي بشويه ديال الزبده البيض ولي طوماط سيريز، ودرت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. كذلك هنايا كنعمر البيتزا ديالي، بقى ليا غير الفرماج غادي نديرها سامبل اليوم، غير بالثوم لا صوص طوماط والفرماج احمر والموتزاريلا ديالنا. المهم البنات ها هي الطابله ديالي النهائيه راه وجدات. عندي هنايا داك لي ميني بطبوط ديالنا، عندنا الحلويات، عندنا شويه ديال لا شاركوتري، عندنا ريش بوند اللي وجدت معكم البارح في العشيه، وعندنا كذلك شويه ديال لو بان دو مي، شويه ديال لي جومبون، عندي البريوات بالعسل، وعندي هنايا الاومليت ديالي اللي وجدت بلي طوماط سيريز، وكذلك الملوي ديالنا، المهم الزبده، هادشي ديال الحلوى، وكذلك عندي لي سيرومي، شويه ديال الفرماج، وريش بون ديالي كالعاده، وصاوبت ليهم بيتزا هاد الصباح هذا، لانه ماشي كلشي كيبغي ياكل حلو كيف كتعرفوا. عندي كذلك البغرير هنايا، وشويه ديال الصابلي، واتاي مشحر بالزعتر، ودابا غادي نحط شويه ديال العصيرات والمناضه. راكم عارفين هذا الشيء ما كنبغيش نحطوه هو الاول في الطابله، على وديت الدراري حتى كياكلوا ليا عاد هذيك الساعه، كنحط ليهم بحال هذا الشيء هذا باش ما يبداوش به هو الاول. المهم البنات ها هي المائده ديالي ديال العيد اليوم، كنتمنى انها تكون عجباتكم، الا عجباتكم ما تنساوش تخليوا ليا تعليق زوين، وما تنساوش كذلك انكم ديروا لايك، واللي جديده واول مره كتشوف فيديو من فيديوهاتي في اليوتيوب، كنتمنى انها تابونا في لاشين وتفعل الجرس باش يوصلها دائما كل جديد. جودي ا تري بيانتو ان شاء الله دون اون بروشين فيديو. الي بيزو باي.